شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الدورة الحالية 155 لمجلس الجامع الموقر، أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية تهنئة معالي الأستاذ سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على نجاحه في رئاسة الدورة 154 للمجلس الوزاري، كما أبارك لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتوليه مسؤولية إدارة الدورة الحالية 155 لمجلسنا الموقر، داعيا المولى أن يسدد خطاه ويعينه على هذه المهمة. كما أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام ولجميع منسوبي الأمانة العامة على ما يقومون به من جهود لخدمة العمل العربي المشترك، خصوصا في هذه الظروف التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا. أصحاب السمو والمعالي، تؤكد المملكة على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية، والتي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها، حيث تؤكد المملكة على مواقفها الثابتة بوقوفها لجانب الشعب الفلسطيني ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتؤكد على أن السلام يجب أن يكون خيارا استراتيجيا يضمن استقرار المنطقة. وهنا أدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما تجدد المملكة رفضها لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، وتستحضرني هنا الإشادة والإشارة إلى نتائج أعمال اجتماعنا الأخير في فبراير الماضي الذي نتفائل فيه بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. الإخوة الكرام، كلنا أمل أن يثمر عملنا الجماعي بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك. إن بلادي تؤكد على اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتدعم الحلول السياسية للأزمات. كما تؤكد المملكة على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. كما أن المملكة تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني، إذ تعد من أكبر الدول المانحة اليمن، وقدمت عدد كبير من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني فيه، كان آخرها الإعلان عن الالتزام ب 430 مليون دولار للمجهود الإنساني لعام 2021. وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، فإننا نؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية، ونحذر من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي، وندعم مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة ونتائج تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف يوم 5 فبراير 2021 برعاية الأمم المتحدة، ونرحب بتشكيل هذه الحكومة متمنين لها التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبها بالوحدة والأمن والنماء. كما تدعم المملكة على الشقاق العراقي لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة بعيدة عن التدخل في شؤونه الداخلية، ونشير لأهمية التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً للدول المنطقة والعالم. شقائي الأعزاء، إننا في المملكة نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقة العربية وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية،
ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وعلى رفضنا القاطع لاحتلاله للجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسى. ولا زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات إزاء ما تشكل هذه الممارسات العدائية من تهديد للأمن والسلم الدولية. وختاما أدعو الله أن يتكلل اجتماعنا بالتوفيق والنجاح، وأن نكون دوما عونا وإخوة مجتمعين على بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة في وطننا العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.